قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. كانت العطلة الصيفية توشك على نهايتها في صيف العام 2003، لما جاء عبد الحميد مغينا إلى زوجته يخبرها بأنه أبلغ بتعيينه في معمل تابع للشركة التي يعمل بها في سيدي يحيى الغرب، وأنه سيكون عليه أن ينتقل إلى هناك في مستهل شتنبر. كان لما قاله عبد الحميد وقع الصدمة على زوجته الباتول التي لم تسكن مدينة أخرى غير مدينتها تطوان، حيث ولدت وترعرعت وأنجبت أولادهما الثلاثة. في تطوان تجد السند من أسرتها كلما أتعبتها المشاكل التي منفكت تتفاقم منذ بضع سنوات، منذ أن أدمن عبد الحميد على يا نصيب البطولة الإسبانية لكرة القدم وعلى أصناف من لعب الحظ، بل إنه منذ عامين صار مدمنا على الرهان على الخيول، وصار ذلك يؤثر على حياة الأسرة. ولكن الباتول كانت تحاول جاهدة وبما يتاح لها من وسائل ألا تجعل الأبناء يحسون تدهورا في مستوى عيشهم، تعاني في صمت من أجل ذلك، وكلما عيل صبرها مضت إلى أمها تشكو ما تجده. وحدها كانت تعرف كثيرا من حقائق ابنتها، وكانت كتومة للأسرار. كان عبد الحميد المنحدر من القصر الكبير تقنيا في الآلات الفلاحية يشهد له بالكفاءة، جيرانه في حي الملاح يشهدون له بالاستقامة، وفي المرات القليلة التي فاتحته فيها زوجته في المشاكل التي نتجت عن إدمانه يا نصيب البطولة الإسبانية كان يتهرب من الإجابة ويفضل الخروج. في المقهى الذي يرتاده وسط المدينة كان يجد من بين أصدقائه من يقاسمه الحلم بربح آت، ربح كان يقول بعضهم لبعض سيمحو كل ما تراكم من مشاكل. أحيانا حين يخلو إلى نفسه يتساءل عبد الحميد عن هذا الإدمان الذي لزمه. في تلك اللحظات يعي بأن السبيل الذي هو عليه لا يؤدي إلى شيء، ولكن لحظات الصحوة تلك لا تدوم لديه طويلا. يأتي من يخبره بأن الفائز في سحب ذلك اليوم حصل على أرقام هي بالنسبة إليه من باب الخيال، فيتقوى الحلم الوهم لديه. في منتصف غشت من العام 2003 غاب عبد الحميد 3 أيام، قال إنه مضى للبحث عن سكن في سيدي يحيى، ولكنه لما عاد قال إنه لم يجد سكنا يرضاه، وإنه في الانتظار سيتقاسم سكنا صغيرا مع تقني آخر في الشركة. لم تجادله الباتول، ما يهمها في المقام الأول أن يوفر لها ولأبنائهما الثلاثة ما ينفقونه. لم يمانع، وكذلك لما غادر تطوان للالتحاق بمقر عمله الجديد ترك لها 3000 درهم. لم يكن المبلغ ليكفي مصاريف العائلة ومصاريف الدخول المدرسي. قال إنه سيبعث لها بمبلغ إضافي ما أن يستقر في سيدي يحيى. بعد أسبوعين فوجئت الباتول برجل يطرق بابها في حي الملاح. قال إنه موفد من شركة المعدات الفلاحية التي يعمل لها عبد الحميد. ولما أبلغته بأنه انتقل للعمل في سيدي يحيى بدا الرجل وقد فوجئ، لم يعقب. وراء نظارتيه الطبيتين يقرأ في عينيه أن ما قالته المرأة فاجأه. لما رأته وكأنما شرد فكره سألته: ألم يتم نقله إلى سيدي يحيى؟ نظر إليها في صمت واضح أنه يريد التكتم على أمر ما، ثم عاودته بالسؤال: ألم يتم نقله إلى سيدي يحيى؟ لا سيدتي، لم يتم نقله، ولا يوجد للشركة أي فرع هناك، زوجك لم يلتحق بعمله منذ قرابة 2 شهر. بدا وكأنه لا يرغب في قول المزيد. وذهابه إلى سيدي يحيى؟ نحن لا نعلم عنه شيئا. رجاء لو اتصل أبلغيه أن عليه أن يحضر في أقرب وقت إلى مقر الشركة. ودعها الرجل، ولما أغلقت الباب لم تقوى على رد دمعها، بكت بغزارة. أحست وكأن عبد الحميد زوجها وأبا أطفالها الثلاثة طعنها في الظهر بخنجر مسموم.
تحسها طعنة عميقة لا أمل في الشفاء منها. الأطفال في المدرسة، مضت إلى فراشها وألقت بنفسها عليه. قبل 3 أيام كان قد اتصل بها ليقول لها إنه في سيدي يحيى وإنه يبحث عن سكن ليأتي بها والأولاد. ما كان يحز بنفسها أنه لما فاتحها في الزواج للمرة الأولى اشترط عليها ألا تعمل. كان لديها دبلوم في الخياطة العصرية ولكنه رفض أن تعمل، وحتى يضمن صمتها كان يعدها بأن يفتح لها ورشة للخياطة تكون هي صاحبة الأمر والنهي فيها. كان حلما جميلا ظلت تغذيه وتحمله معها طوال تلك السنوات التي مضت، وها هو ينقلب الآن كابوسا قبيحا. لما اقتربت ساعة عودة الأطفال من المدرسة مسحت دموعها، وحتى لا يبقى لها أثر غسلت وجهها. بعد أيام فقط بعد أن زارها ذلك الموفد من قبل الشركة، توصلت برسالة من المحكمة فيها استدعاء لزوجها عبد الحميد مغين للحضور. علمت علم اليقين أن الأمر أكبر من انقطاع عن العمل. كانت تود لو يتصل بها. في المرة السابقة أبلغها بأنه أضاع هاتفه وبأنه سيوافيها برقمه الهاتفي الجديد فور توفره، ولكنه لم يتصل. بدأت معاناتها مع متطلبات الحياة اليومية تزداد. صاحب المنزل جاءها مرتين، في المرة الأخيرة لوح بأنه سيرفع دعوى بالإفراغ إذا ما لم يتم تسديد المتأخر من واجب الكراء. تعلم الباتول أن قدرة عائلتها على مساعدتها محدودة، ولذلك قررت أن تبحث عن عمل توفر منه ما تواجه به متطلبات الحياة اليومية. اشتغلت في معمل للملابس الجاهزة. طويلة هي ساعات العمل، تمضي في 6:00 ولا تعود إلى منزلها سوى في 5:30 مساء. أحيانا تضطر إلى العمل لساعات إضافية. حين تنظر في المرآة ترى أن ما بقي من نضارة وجهها بدأ يكتسحه الشحوب. كانت كلما آوت إلى فراشها استحضرت تلك الطعنة التي تلقتها من عبد الحميد. عدت الأيام وعدت الأسابيع، وها هي تعد الشهور التي انقضت منذ أن اتصل للمرة الأخيرة. لا تجد جوابا للأسئلة التي يطرحها أطفالها بإلحاح وببراءة الطفولة. كانت عائلتها تشاطرها تلك الآلام، تحاول أن تخفف عنها بعضا من أعباء الحياة. وذات صباح من مايو من العام 2004 أبلغت والديها بأنها قررت أن تتعقبه. ستنتظر العطلة الصيفية لتتعقبه. انتقل الأطفال إلى بيت جدهم لأمهم، وانطلقت الباتول في رحلة بحث. في 5 يوليوز طرقت باب عائلة مغينا في القصر الكبير، ولكن شقيقتي عبد الحميد اللتين بقيتا في المنزل بعد وفاة والدتهما أبلغتاها بأنهما لا تعلمان عنه شيئا. وبالرغم من أن الرجل الذي جاء من شركة المعدات الفلاحية قال لها إن الشركة لا تملك فرعا في سيدي يحيى الغرب، فإنها قررت الذهاب إلى هناك. لم تكن قد زارت هذه المدينة من قبل. وصلت ضحى 6 يوليوز. في تلك الساعة كانت الحرارة قد ارتفعت بشكل محسوس. نزلت من التاكسي الجماعي، مشت على غير هدى. كانت تحدث نفسها بأنها ستمر من كل الأمكنة. لديها إحساس غريب بأنه في مكان ما من سيدي يحيى. مرت في شارع محمد الخامس 10 مرات وسلكت أزقة لم تعلم لها اسما ولا رقما. كانت تنظر إلى كل الوجوه علها تكتشفه بينها. وبينما هي تعبر شارع الزرقطوني وقد بدأ يتسرب اليأس إليها، رأت رجلا يشبهه. كان يرتدي قميصا تعرفه أو كذلك هيئ لها. كان الرجل يتقدمها، أسرعت الخطى، ولما كانت على بعد خطوات منها نادته وأنفاسها تتلاحق: عبد الحميد، عبد الحميد. لم يلتفت إليها إلا بعد أن ابتعد. كانت قد توقفت، رأت وجهه، هو عبد الحميد. أحست بحالة انهيار شامل، تكاد تقع أرضا،
ودت لو كانت تقدر على التحليق فتلحق به. رأته يختفي في زنقة تتفرع عن شارع الزرقطوني. أيقنت أنه يتهرب منها، وكأنه يحرك الخنجر الذي طعنها به في ذلك الجرح. مضت إلى المحطة وركبت الحافلة المنطلقة إلى القنيطرة. من هناك ركبت القطار الأخير إلى طنجة. لما عادت إلى تطوان أبلغت والدتها بما رأته. لم يعد لديها أدنى شك في أن الرجل إنما يتخفى فرارا من العدالة. مضت إلى مقر الشركة التي كان يعمل بها وأبلغت عن وجوده في سيدي يحيى. يومها فقط علمت سبب البحث عنها. علمت أنه اختلس مبلغا ماليا قدره 230,000 درهم من الشركة، كان مخصصا لشراء قطع غيار الآليات الفلاحية. يوم قبض عليه بعد 3 أسابيع أبلغ بأن زوجته رفعت عليه دعوى إهمال أسرته. اعترف حين الاستماع إليه بأنه صرف المبلغ الذي اختلسه في القمار وفي الرهان على الخيول. ستكتشف الباتون متأخرة أنه كان يقيم في سيدي يحيى في بيت امرأة كان يتخذها خليلة. يوم حكم عليه في قضية الاختلاس كانت الدعوى التي رفعتها عليه الباتول قد قطعت شوطا مهما. في 59 كان الضابط الممتاز أحمد المتوكل يستشعر قرب موعد إحالته على المعاش، ولكنه مع ذلك لم يفقد شيئا من حيويته. لما تعيينه على رأس مفوضية الشرطة بالمضيق كان قد راكم خبرة كبيرة عبر السنوات 36 من مساره المهني. خلال تلك الفترة تنقل بين الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس وطنجة. ينحدر الرجل من بلدة خميسانجرة القريبة من سبتة، ولذلك خطط أن ينهي مساره المهني قريبا من مسقط رأسه حيث كان ينوي الاستقرار بعد الإحالة على المعاش. في صبح 2 مايو من العام 2000 أبلغ الضابط الممتاز أحمد المتوكل رئيس مفوضية شرطة المضيق باكتشاف جثة على شاطئ البلدة غير بعيد عن الميناء. كانت جثة رجل ألقى بها البحر. انتقل إلى المكان فاكتشف الجثة في حفرة بين صخور الشاطئ تغشاها مياه البحر حين المد وتصير بادية للعيان أوقات الجزر. كانت جثة رجل طويل القامة أبيض البشرة. كانت الأسماك قد أتت على العينين وجزء من الأنف. كانت جثة عارية. وقد استطاع الضابط الممتاز أحمد المتوكل أن يلاحظ أنها جثة غير مختنة، فاستنتج أنها لرجل غير مسلم. في مستهل شهر مايو كان شاطئ المضيق قد بدأ يعرف حركة تمهد لتعيد إلى البلدة إيقاع عطلة الصيف، ولذلك عجل الضابط الممتاز بطلب إذن وكيل الملك لرفع الجثة ونقلها إلى المستودع البلدي للأموات بمدينة تطوان. مكن فحص الجثة من التوصل إلى استنتاج مؤداه أن الرجل لم يمت غرقا بل ألقي في البحر ميتا. ورجح الطبيب الشرعي أن تكون الجثة بقيت في البحر 10 أيام، وأن الجثة لرجل غير مسلم أوروبي الملامح. لمن الجثة إذن؟ ذلك هو السؤال المحير الذي أصبح على الضابط الممتاز أحمد المتوكل أن يجد له جوابا. أخذت للجثة صور تم تسليمها إلى عدد من مفتشي الشرطة لعرضها على السفارات والقنصليات في محاولة لمعرفة ما إذا كانت إحدى تلك التمثيليات الدبلوماسية قد توصلت بإبلاغ عن اختفاء أحد مواطنيها. في المستودع البلدي للأموات بتطوان على مدى 5 أيام ظل الطبيب الشرعي يعاين ويفحص ويعيد فحص الجثة. توصل أخيرا إلى أن الفك العلوي للجثة يحمل أسنانا أمامية اصطناعية. كانت مركبة بطريقة لا تدع مجالا للشك في أنها أسنان طبيعية. كان تركيبها غاية في الإتقان. تم إبلاغ الضابط الممتاز بهذا المعطى. بالنسبة إليه فإن ذلك قد يكون مدخلا يفضي في النهاية إلى اكتشاف هوية الجثة. استعان الضابط بخبرة طبيب أسنان معروف ما أن عاين طقم الأسنان حتى أكد أن التقنية التي ركبت بها الأسنان الاصطناعية تقنية أمريكية. البحث الذي أجري في طنجة وفي تطوان لم يمكن من الوصول إلى نتيجة.
في تلك المرحلة تم إسناد مهمة التحقيق حول هذه القضية إلى العميد عبد الله الرازي الذي بدأ مهمته بجلسة عمل مع زميله الضابط الممتاز أحمد المتوكل الذي نصحه بأن يركز تحرياته باتجاه السفارة الأمريكية بالرباط أو القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء. استعان العميد الرازي بضابط من ولاية أمن الدار البيضاء لتحرير المحضر وتوجه إلى القنصلية الأمريكية، ولكن مسعاهما كاد أن ينتهي بلا نتيجة لولا أن موظفة الاستقبال في القنصلية تذكرت أن سيدة تحمل جوازا أمريكيا وهي يهودية من أصل مغربي كانت قد تقدمت لدى القنصلية لتبلغ عن غياب زوجها. تذكرت الموظفة أيضا أنها وجهت السيدة إلى مصالح الشرطة بمدينة القنيطرة حيث كانت تقيم في فندق معروف. بالنسبة للعميد عبد الله الرازي فإن تلك المعلومة وإن جاءت متأخرة بعض الشيء إلا أنها تعتبر الخطوة العملية الأولى على طريق البحث عن هوية جثة شاطئ المضيق. انطلق العميد مباشرة إلى القنيطرة إلى مقر الأمن الإقليمي، طلب مساعدة زميل وانطلق في رحلة تعقب لأثر الأمريكية ذات الأصل المغربي. بعد نصف ساعة تم إحضار كل الجثاثات التي تخص نزلاء الفندق الذي كانت تقيم فيه المرأة. أخيرا تم اكتشاف جثاثة في اسم السيدة راشيل أوحنا، سيدة من مواليد الرباط متزوجة من مواطن أمريكي تفيد المعطيات المتوفرة بأنها ما زالت تقيم في الفندق. لم يكن لدى العميد عبد الله الرازي وقت يضيعه، انتقل رفقة باحثين إلى الفندق، وجدوا السيدة راشيل أوحنا هناك، وما أن أخبروها بسبب زيارتهم حتى قدمت لهم معلومات عن زوجها المتغيب. إذ ذاك عرضوا عليها الصور، تعرفت على الأوشام التي كان يحملها في ذراعيها. كانت المرأة تتجاوب بتلقائية مع المحققين، تقرر اصطحابها إلى تطوان، لم تمانع، تركت لها حرية اختيار وسيلة تنقلها، ومع ذلك على سبيل الاحتياط رافقها ضابط. مساء 31 من مايو وصلت راشيل أوحنا إلى تطوان. في المستودع البلدي للأموات عرضت عليها الجثة، لم تجد صعوبة في التعرف عليها، قالت إنها جثة زوجها الأمريكي مايك ريتشارد. أبلغت المحققين أنها لما رأته في المرة الأخيرة كان يلبس سروال بلوجين أمريكي أصيل وقميصا أسود بكمين قصيرين، وكان ينتعل حذاء من نوع تلك الأحذية التي ينتعلها رعاة البقر الكوباي. قالت أيضا إنه كان يحمل في معصمه ساعة من صنف تلك الساعات التي عادة ما يحملها الطيارون، كما أنه كان يحمل معه مبلغا ماليا هاما بالدولار الأمريكي. لم تكن السيدة راشيل أوحنا تبدي حزنا كبيرا، بدت متماسكة متحملة وقع الفاجعة. في الآن نفسه سجل العميد الرازي أنها تنزع إلى التحفظ في الإجابة عن أسئلة معينة، ولكن ذاك التحفظ وهذا التردد ما لبث أن اختفيا حين انتقلت مع العميد إلى مكتبه في المفوضية. هناك فكت عقدة لسانها. قالت راشيل إنها ولدت في الرباط لأسرة يهودية مغربية، في سن مبكرة انتقلت رفقة عائلتها إلى القنيطرة حيث كان والدها يعمل في القاعدة الجوية الأمريكية. قالت إنه كان يعمل ترجمانا ومحاسبا في آن. وجودها في هذا المحيط مكنها من تعلم اللغة الإنجليزية. لما بلغت 18 ارتبطت بمايك ريتشارد الضابط الشاب في سلاح الجو الأمريكي، وتزوج في العام 66 900 وألف. لما رحلت القوات الأمريكية عن القنيطرة تم تعيين زوجها مايك في جنوب إسبانيا، التحقت به وتمكنت من الحصول على عمل بجانبه. كانت راشيل تعتقد أنها ستبقى في إسبانيا ما بقية القاعدة الجوية الأمريكية، غير أن التبدل الذي طرأ على سلوك زوجها وخرقه للقوانين التي تحكم مهنته دفع بحياتها الزوجية إلى منعطف خطير. فقد تم نقل مايك ريتشارد إلى ألمانيا في إطار إجراء تأديبي،
أبدت استعدادها للالتحاق به، ولكن عدم توفر منصب لها في ألمانيا جعلها تمكث في إسبانيا. تحكي راشيل أن زوجها كان يزورها مرة أو مرتين كل شهر وخلال العطل والإجازات. كانت تلاحظ أنه يزداد انحرافا، صار مدمنا على الخمر ويتعاطى المخدرات. تسبب له ذلك في إحالته على المعاش مبكرا. صار مايك يتردد على دول أوروبية عديدة غير إسبانيا، وصارت راشيل تلاحظ أن زوجها صار يحصل على أموال هامة. هي تشك الآن في تجاره في المخدرات. أقنع مايك زوجته بالاستقرار في المغرب، ادعى أنه يحن إلى القنيطرة حيث قضى سنوات من شبابه. بالنسبة إلى راشيل فإن الاستقرار في المغرب يعيدها إلى وطنها، والاستقرار في القنيطرة يعني الاقتراب من مسقط رأسها الرباط. في 15 مارس من العام 2000 رافقت راشيل أحنة زوجها مايك ريتشارد إلى المغرب. في القنيطرة في فندق معروف حجز غرفة، هناك كان يلتقي بأصدقائه القدامى. تحسب راشيل الآن أنه كان على مواعيد محددة سلفا معهم. بعد أسبوعين، أحدهما في المهدية وآخر في مولاي بوسلهام، خير مايك ريتشارد زوجته راشيل بين البقاء في فندق القنيطرة أو التوجه إلى الرباط. أبلغها أنه ذاهب إلى فاس، وأنه بعد فاس سيتوجه إلى تطوان. منذ ذلك اليوم لم ترى راشيل زوجها إلى أن رأته جثة في مستودع الأموات بمدينة تطوان. أشياء كثيرة حدثت بين لحظة الوداع في القنيطرة وظهور الجثة على شاطئ المضيق. اكتشفت جثة الأمريكي مايك ريتشارد في شاطئ المضيق غير بعيد عن الميناء، لفظها البحر بعد مقتله. تمكن العميد عبد الله الرازي الذي تسلم الملف من الضابط الممتاز أحمد المتواكل رئيس مفوضية الأمن بالمضيق، تمكن من الوصول إلى زوجة الهالك. كانت يهودية أمريكية من أصل مغربي تدعى راشيل أحنة، ولدت في الرباط ولكنها شبت في القنيطرة في القاعدة الجوية الأمريكية حيث كان يعمل والدها. انتقلت مع زوجها للعمل في قاعدة عسكرية أمريكية في إسبانيا، ولكن زوجها نقل في إطار إجراء تأديبي إلى ألمانيا بينما ظلت هي في إسبانيا. ولمراكمته المخالفات وعدم الانضباط فقد تمت إحالته على المعاش المبكر. حكت راشيل للعميد عبد الله الرازي أنها كانت تشك في المرحلة الأخيرة في انخراط زوجها في تهريب المخدرات. رأينا في حلقة أمس أنه عرض عليها الاستقرار في المغرب، وبعد أسبوعين خيرها بين البقاء في القنيطرة أو الاستقرار في الرباط. لاحظت أنه منذ وصوله إلى القنيطرة في 15 مارس من العام 2000 كان يلتقي كل يوم بأصدقاء قدامى له، وذات صباح أخبرها بأنه مسافر إلى فاس ومنها إلى تطوان. استنتجت وقتها أن سفره ذاك كان من أجل الموعد الأهم في رحلته إلى المغرب، ولكنها كتمت الأمر. كانت في الفترة الأخيرة تهم بطلب الطلاق منه، كانت تراقبه عن كثب. قالت للعميد الرازي إنها سمعته ذات يوم يتحدث هاتفيا إلى شخص ويخبره بأنه سيكون في الموعد المعلوم في المكان المعلوم في عرض البحر الأبيض المتوسط شمالي المغرب. لما أبلغها بأنه مسافر إلى فاس لم تعترض ولم تطلب منه أن ترافقه. تحكي راشيل أن مايك سافر إلى فاس رفقة صديق قديم له يدعى ميلود سعيدي الذي يسكن في القنيطرة. كان سمسارا يتوسط في كل شيء. استأجر سيارة وتوجه إلى فاس. قالت إنها انتظرته أسبوعين قبل أن تتصل برئيسها في القاعدة الجوية الأمريكية بإسبانيا الذي نصحها بالاتصال بالقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء. هناك وجهتها موظفة الاستقبال إلى الشرطة في القنيطرة. قالت إنها ترددت في الاتصال بالشرطة خشية الكشف عما قد يورط زوجها، وظلت تنتظر إلى أن زارها المحققون في الفندق. تأسيسا على ما أفضت به السيدة راشيل أحنة، تم إصدار برقية من مفوضية الأمن بتطوان إلى مصالح الأمن بالقنيطرة للبحث عن المدعو ميلود سعيدي.
لم يكن رجلا نكرا، ولذلك سرعان ما تم إحضاره ونقله بعيد ذلك إلى تطوان حيث مثل أمام العميد عبد الله الرازي. ما أن وصل حتى بوشر استجوابه كان العميد حريصا على ألا يدع له مجالا لترتيب أفكاره. أبلغ بأن مثوله أمام المحققين يتعلق بقضية مواطن أمريكي يدعى مايك ريتشارد أبلغت زوجته عن اختفائه وقالت إنه كان آخر من التقاه بحسب علمها. ذكره العميد بأن المعلومات التي استقاها من راشيل تفيد بأنه رافقه على متن سيارة إلى مدينة فاس. لم يراوغ ميلود ولم يحاول، صرح بأن مايك ريتشارد بعث إليه برسالة من إسبانيا نقلها إليه صديق مشترك، وإنه أي مايك ضرب له موعدا في الفندق الذي ينزل به عادة. قال إن الأمريكي حضر في الموعد وطلب منه أن يرافقه إلى مدينة فاس لشراء بعض الحاجيات، وأثناء الطريق قال ميلود أبان مايك عن رغبته في شراء كمية من الحشيش لتهريبها إلى الخارج، وعده بمكافأة مغرية. بعد ذلك أخذ وجهة كتامة. بعد اتصالات عديدة تمكن من شراء 100 كيلوغرام من الشيرة، دفع ثمنها مايك نقدا وحينا وبالدولار الأمريكي. تم تحميل البضاعة على متن السيارة وأخذ وجهة تطوان. يحكي ميلود السعيدي للمحققين أنهما ترك السيارة في مكان آمن على بعد 20 كيلومترا من تطوان، واستقل سيارة أجرة وتوجه إلى المدينة حيث اشترى مايك هاتفا محمولا وأجرى اتصالا هاتفيا مع رقم خارج المغرب حيث حدد مع مخاطبه موعدا. بعد أن أيقن من خلو الطريق من مراقبة الدرك أو الجمارك استقل سيارتهما ودخل تطوان. قصد واحدا من الفنادق الراقية بالمدينة وحجز غرفتين. ذاك المساء اتصل الأمريكي برجل اسمه عبد السلام الطودو. قال ميلود إنه بحار في مدينة المضيق وتواعد على اللقاء في الغد. في الصباح سلم مايك إلى ميلود السعيدي 5000 درهم وطلب منه العودة إلى القنيطرة. أبلغه أنه على موعد عمل مع عبد السلام الطودو. قال ميلود إنه منذ تلك اللحظة لم يكن له اتصال آخر بمايك ريتشارد. صار الآن لدى العميد عبد الله الرازي ما يعتبره مدخلا حقيقيا لحل لغز مقتل مايك ريتشارد. توجه المحققون إلى مدينة المضيق واصطحبوا معهم ميلود. كان الوقت متأخرا. هناك في المضيق استقبلهم الضابط الممتاز أحمد المتوكل رئيس مفوضية الشرطة، والذي كان أول من تعاطى مع قضية الأمريكي. عرض العميد الرازي على الضابط الممتاز آخر حلقات التحري وصولا إلى عبد السلام الطودو المطلوب إحضاره. بالنسبة للضابط الممتاز المقبل على التقاعد فإن الأمر لم يكن بالمهمة الصعبة ولا المستحيلة، فقد عمد منذ أن تولى رئاسة مفوضية الشرطة بالمضيق إلى تحيين جثاذات كل العاملين في الميناء. في لحظات أخرج تلك الخاصة بالطودو كانت بها كل المعلومات حوله وحول الباخرة التي يعمل على متنها. في 4 فجرا كان عبد السلام الطودو يهم بالصعود إلى الباخرة لما استوقفه الباحثون. لاحظ أحد المحققين أن البحارة العاملين على متن الباخرة من أصحاب الطودو تغامزوا وأصدروا إشارات تثير الريبة والشك، ولذلك تم وضعهم رهن الحراسة ومنعوا من الصعود إلى الباخرة إلى أن تتضح الأمور ويتم استجلاء ما وراء إشاراتهم وهمساتهم. أنكر عبد السلام الطودو في البدء معرفته بالأمريكي مايك ريتشارد، كما نفى أن يكون زاره في فندقه بتطوان، كما أنكر معرفته بميلود السعيدي، وكذلك أنكر ربان الباخرة سعيد النوراي، أنكر معرفته بالأمريكي وبالسعيدي أيضا. لاحظ المحققون أنه يحمل في معصمه ساعة مثيرة للانتباه، ولما سئل عنها رد بأنه اشتراها من الجوطية في الفنيدق في مطلع العام. لم يقدم أي معلومات عن الشخص الذي باعه إياها. أما رشيد الرحيمي وهو من البحارة فقد عثر بحوزته على جواز سفر أجنبي، ادعى أنه عثر عليه في الشاطئ ووضعه في حقيبته إلى أن يسلمه إلى السلطات المختصة.
وهم يحررون المحاضر التي تتضمن أقوال الأظلماء كان الباحثون يتلمسون ثغرات ما تفضي إلى إحراجهم ودفعهم إلى الاعتراف. في سياق التحريات انتقل المحققون رفقة الأظلماء إلى منازلهم لتفتيشها. في دولاب غرفة النوم بمنزل ربان الباخرة سعيد النوراي اكتشف مبلغ 4000 دولار أمريكي، وفي بيت رشيد الرحيمي البحار تم اكتشاف 1000 دولار أمريكي. لم يستطع أي من الرجلين إثبات مصدر تلك الدولارات. كان البحث يقتضي تفتيش الباخرة. قصد إليها فريق المحققين يرافقهم كلب مدرب على اكتشاف المخدرات، ما إن صعد إلى الباخرة حتى صار يندفع باتجاه عنبر السفينة. قاد الكلب مدربه إلى نقطة في قاع الباخرة يصعب ولوجها، منها استخرج سروال البلوجين الأمريكي والقميص الأسود والحذاءان من نوع تلك التي ينتعلها رعاة البقر. تعرفت راشيل أوحنا إلى ملابس وحذاءي زوجها، لم يكن يخامرها شك في أنها له. لاحظ فريق المحققين أن البحار رشيد الرحيمي ربما كان الحلقة الأضعف ضمن سلسلة الأظلماء رفاق التودو. لقد لاحظوا ارتباكه حين اكتشاف 1000 دولار في بيته. اعترف رشيد بأن ربان السفينة طلب منه يوم 8 أبريل، وبينما كان يهم بالصعود إلى الباخرة، أن يراقب ما إن كان هناك رجال شرطة أو جمارك، لأنه كان سيحمل على متن السفينة رجلا أجنبيا. بعد لحظات رأى الرجل يصعد إلى الباخرة. كان اعترافا كافيا لاستنطاق قائد السفينة سعيد النوراي. عرضت عليه كل وسائل إثبات التهم الموجهة إليه. كانت راشيل قد تعرفت إلى ساعة زوجها التي اكتشفها المحققون في معصم النوراي. في اعترافاته أخبر قائد السفينة المحققين بأن عبد السلام التودو هو من عرض عليه حمل الأمريكي مايك. قال إنه أغراه بمبلغ مالي هام لقاء عمل لن يستغرق أكثر من ساعات من ليلة. حكى أن الأمريكي كان على موعد مع يخت راس على بعد 0.5 كيلومتر في عرض البحر. نقلت المخدرات إلى اليخت، وكانت الصفقة تقتضي ألا يعود الأمريكي إلى الميناء، ولكنه أصر على العودة. يحكي النوراي أنه لما حاول منعه أخرج مسدسا وهدد به الفريق. في تلك الأثناء باغته التودو من الخلف بضربة على الرأس جعلته يهوي، لم يعد يتحرك، مات. تم تجريده من ملابسه ومن أمواله وساعته وألقي به إلى البحر. غابت الجثة سريعا وراء الموج. مر بالسفينة قارب صيد. قال سعيد النوراي إنه وتفاديا لكل شبهة طلب من قائد القارب أن يبلغ سلطات الميناء أنه سيتأخر لأن شباكه علقت بالصخر. عادت الباخرة إلى الميناء، وبعد أيام ألقى البحر بجثة مايك التي ظهرت غير بعيد عن مرسى المضيق. جعفر؟ نعم سيدي، جعفر أيوب الدقي. عمرك؟ أنا من مواليد حلب في سوريا في العام 78-900 وألف. كان الضابط التونسي يرقن كل ما يسمعه على لوحة مفاتيح الحاسوب. لم يكن يبدو على الرجل ما يوحي بأنه خائف أو قلق. مع ذلك فإن شرطة بن قردان على الحدود التونسية الليبية كانت قد أوقفته منذ بضع ساعات فقط. لم يكن بمفرده، بل كان مع مجموعة من المهاجرين أغلبهم من الأفارقة تسللوا إلى الأراضي التونسية. كلهم إلا جعفر أيوب الدقي قالوا إنهم كانوا في ليبيا منذ سنوات، وإنهم اضطروا إلى اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية فرارا من الضغوط والمخاطر التي يتعرضون لها. في العام 17 و2000 لم تكن ليبيا قد تفلتت بعد من تبعات انهيار نظام معمر القذافي. الثورة التي أودت بنظام من كانوا ينادونه الأخ القائد وبحكمه أربكت الكثير في بنية المجتمع الليبي،
وكانت سيئة آثارها على مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة والعرب الذين اضطر كثير منهم إلى الرحيل تاركين وراءهم كل ما تملكوه بعرق الجبين. أودع أولئك المهاجرون السجن في إطار الحبس الاحتياطي في انتظار أن يحسم القضاء في أمرهم. أغلبهم قدموا وثائق هوية وإن كان أغلبها منتهي الصلاحية، ولكن جعفر الذي يقول إنه سوري من حلب لم يقدم أي وثيقة، ويدعي أن ميليشيات ليبية جردته من كل أوراقه. كانت حالة هذا الرجل الأربعيني تطرح على الأمن التونسي تحديا واضحا، فقبله لم يعلم القبض على مواطن سوري تسلل إلى الأراضي التونسية هاربا مما كان يعتمل في ليبيا. الأوضاع القائمة لا تتيح رصدا لتفاصيل مقامه في ليبيا، وفي سوريا حيث الحرب على كل الجبهات لا يبدو أن مثل هذه القضايا تعطى الأولوية. وفي كل الحالات فإن المرور عبر القنوات الدبلوماسية يتطلب وقتا غير يسير. لم يكن أي سوري من بين المهاجرين المتسللين إلى التراب التونسي والذين أمسك بهم في بنجردان، ومع ذلك فإن التحقيق يقتضي أن يسأل أولئك المهاجرون الذين كان جعفر من بينهم عما يعرفونه عنه. يفترض الباحثون أن تكون له مع البعض منهم علاقة ولو في المرحلة التي استعدوا فيها لتخطي الحدود، وربما كان هناك من يعرفه منذ فترة. لم يكن رئيس شرطة مركز الحدود في بنجردان مقتنعا تماما بأن هذا الشخص سوري، وإن كان في كلامه ما يحيل على اللهجة السورية. ما يهمه أن يتوفر لديه دليل قاطع على أن الرجل سوري حقا، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفر وثائق رسمية أو بإفادات تستقى من معارفه أو ممن كان برفقتهم. كانت التعليمات أن يسأل كل واحد من المهاجرين المعتقلين على انفراد، ثم وحتى لا يتسرب إلى جعفر ما يجري يتم إيداع كل من سئل في زنزانة جديدة. وكذلك وقع الباحثون على رجل سنغالي اسمه موسى، قال إنه تعرف إلى السوري قبل 5 أو 6 أشهر، وإن ذلك كان في بنغازي. كان موسى يعمل في محل لصباغة السيارات سنوات قبل أن ينهار حكم العقيد القذافي، ولما اندلعت الثورة ونشبت الحرب لم يعد من مجال للعمل. كان يترقب أن تتحسن الأحوال ولكنها كانت تزداد سوءا، ولم يستطع مغادرة بنغازي، وصار الرحيل بل محاولة الرحيل مغامرة غير محسوبة العواقب. تحدث موسى عن الظروف التي تعرف فيها على جعفر السوري. كان سوء الحال الذي آل إليه المهاجرون يملي عليهم تكافلا وتآزرا، فقد كانوا بين نارين، الثائرون يرونهم من أنصار النظام، والنظام يراهم ناكرين لما كان يعده جميلا أسداه إليهم. كثيرون فقدوا السكن بعد مورد الرزق، ومنهم من كانت معهم عائلاتهم. صار المهاجرون يتقاسمون المأكل والمسكن، وكذلك انضم السوري إلى المجموعة التي كان موسى ضمنها. لم يكن موسى أول من كشف المآسي التي عاشها المهاجرون في ليبيا المترنح نظامها والمضطرمة نيران حربها. مهاجرون من قبلهم حكوا عن كل ذلك، وتلقفت ما حكوه منظمات إنسانية، ولكن ما قاله المهاجر السنغالي جعل الباحثين في مفوضية الشرطة ببنجردان يرجحون أن يكون جعفر صادقا في زعمه أنه سوري. في سياق التحريات التي باشرتها شرطة بنجردان تفتيش دقيق لما كان يحمله أولئك المتسللون، لم يكونوا يحملون الكثير. في الأغراض القليلة التي كانت مع جعفر اكتشفت رسالة توصل بها في مارس من العام 2011 من شخص اسمه معاذ أحمد بشير. في الظرف الذي حمل الاسم الثلاثي لجعفر، جعفر أيوب الدقي،
أوراق نقدية من فئة $50 أمريكيا لما مجموعه $1,500، ونص الرسالة. بدت الورقة التي خطت عليها مستنفرة كامل اهتمام الضابط الذي فتحها. كتبت الرسالة في دمشق بتاريخ 10 من كانون الأول، أي شهر ديسمبر من العام 10 و2000، ومما يشير إليه صاحبها ما وصفه أجواء متوترة في كل البلاد. لم يخض في التفاصيل، ولكنه لمح إلى أن الأمر ربما أخذ أبعادا غير مسبوقة ليس في سوريا فقط. استوقف الضابط وهو يقرأ رسالة معاذ أحمد بشير إلى جعفر قضية استغرقت الحيز الأكبر من تلك الرسالة المطولة، فهو يخبره بأن عائلة أبو ليلى لا تكف تبحث عنه وتستقصي أخباره. قال له إنهم لم يتنازلوا عن مطالبتهم بالثأر منك، وإنهم يبعثون عيونهم وآذانهم إلى كل مكان فيه ذو قربى لك، وقد أرسلوا من يبحث عنك في بيروت، وذلك مما يبعث على القلق الشديد. لم يرد في الرسالة ما يفيد بطبيعة العلاقة التي تربط جعفر السوري ومعاذ أحمد بشير الذي بعث إليه بتلك الرسالة قبل 7 أعوام. لم يستغرب الضابط أن يحتفظ بها جعفر خلال كل هذه السنوات. أحضر جعفر إلى مكتب الضابط المكلف بقضية المهاجرين المتسللين. كانت الرسالة على المكتب وإلى جانبها $1,500 وأشياء أخرى من أغراضه، ما أن وقع بصره على كل ذلك حتى ارتسمت الدهشة على وجهه. هم بالكلام ثم أحجم. قد يكون انتبه إلى أن كل زلة لسان قد تؤدي به إلى حيث لا يريد. نظر الضابط في عينيه ثم سأله عن الثأر الذي يلاحقه وعن السبب في ذلك، ولم يكن يخفى عن الضابط التونسي أن الأخذ بالثأر والمطالبة به مما هو معروف في كثير من المجتمعات المشرقية. قال جعفر بنبرة تكاد تخفي أسفا يسره في نفسه: نعم سيدي، أنا ملاحق منذ 10 سنوات، لأنني قتلت شخصا في ريف دمشق، حيث القرية التي أنحدر منها وتسكنها عائلتي من بقي منهم حيا. كان بين عائلتي عائلة الدقي وعائلة من القرية هي عائلة الأبو ليلى خلافات ونزاعات قديمة حول الأرض. لم أكن أنا من بدأ هذا النزاع، ولكنني ورثته كما ورثه والدي من قبل ووالد حسين الأبو ليلى. كان في مثل سني، وكان شديد العداء لي ولأفراد أسرتي، وكنا نغض الطرف ونصم الآذان عما كان يكيله لنا من شتائم كلما وجد سبيلا إلى ذلك. كنا نتجاهله بحثا عن سلم ثبت مع مرور الوقت أنه ولا عائلته معنيون بها. كنت الابن الأكبر، وكان حسين الأبو ليلى يستفزني باستمرار، ولكن الكيل طفح لما صار يضايق شقيقتي ميسى كلما صادفها. احمرت عينا جعفر غضبا وارتفع صوته، وبدا وكأنه يستحضر لحظات الغضب الذي اضطرم في داخله هناك في ريف دمشق، ولعله نسي أنه في مفوضية شرطة مدينة بنقردان. قال: النساء خط أحمر. التمعت على جبينه قطرات من عرق. نعم، كان علي أن أنهي طغيانه، لقد قتلته من أجل شرف العائلة. نظر إلى الضابط وابتسم وكأنه يستحضر بافتخار ما قام به. لقد قتلته، ترصدته كما كان يترصدنا واحدا واحدا، ولما وجدت الفرصة مواتية قتلته. كنت قد جمعت أغراضي، وعلى مدى أيام طويلة كنت مستعدا للرحيل بعد أن أتم ما علي أن أتمه. كان الضابط يصغي إليه باهتمام، ولما أتم قصة قتله حسين الأبو ليلى مال إلى الهدوء. صمت لعدة دقائق، لم يسأله خلالها الضابط عن أي شيء، ثم من تلقاء نفسه اعتذر عن انفعاله. قال إنه كلما استحضر تلك اللحظات المؤلمة كلما اشتد شوقه إلى قريته
وإنه يعلم يقينا أنه لن يستطيع العودة إليها. الحرب المستعرة هناك شتتت شمل عائلات كثيرة، وتفرق الناس على طرقات النزوح واللجوء. قال إنه لما فر من سوريا لم يفر لاجئا، وإنما كي لا يقتل أخذا بثأر حسين. توقع الضابط أن يكون مقام جعفر في ليبيا فصلا من قصة هروبه الطويلة، ولم يخب توقعه. قال جعفر إنه اختار الهروب إلى ليبيا لأنه كان موقنا بأن الذين يطالبون برأسه سيبحثون عنه في لبنان وفي تركيا ربما، وفي مصر أو في الأردن، ولكنهم لن يتصوروا أنه سيفر إلى ليبيا. بدا الضابط وقد مال إلى التعاطف مع جعفر. مؤلمة هي قصته، كما هي مؤلمة قصص الكثيرين ممن اجتثتهم النزاعات والحروب من تربتهم. ولكن افتقاده إلى الوثائق التي تثبت قطعا هويته مما يعقد أموره. وحيل ملفه على المسار الدبلوماسي أملا في أن تستجيب السفارة السورية في تونس، وإلى أن يتم ذلك فإنه سيظل رهن انتظار قد يطول. ما كان يخشاه جعفر أن تستعمل الميليشيات وثائقه في تزييف هوية تسخر للعبور إلى بلدان أو إلى مناطق تنفذ فيها عمليات غير مشروعة. بعد 3 أشهر من الانتظار تمكن جعفر أيوب الدقي من الحصول على نسخة من شهادة ميلاد. كانت الوثيقة الرسمية الأولى التي يقدمها إلى الجهات المسؤولة في بنجردان ليثبت أنه سوري، كما صرح بذلك يوم أمسك به متسللا من ليبيا. أغلب الذين كانوا معه رحلوا إلى بلدانهم، بينما باشر هو إجراءات الحصول على صفة لاجئ. حكى ذات يوم لأحدهم أنه وعدد ممن كان في جملتهم لما سعوا إلى التسلل إلى تونس لم يكن المكوث في تونس غايتهم، وإنما كانوا يرغبون في ركوب البحر وصولا إلى أوروبا. لم يتح لهم ذلك، ولكن الفكرة ظلت تراود جعفر، وقد آلى على نفسه أن يعمل من أجل ذلك. كانت الوثائق التي حصل عليها من السلطات التونسية تتيح له التنقل من منطقة إلى أخرى. جرجيس لا تبعد كثيرا عن بنجردان، زارها مرة فأعجبته، وعاود زيارتها مرات، واستطاع أن يكسب ود أشخاص هناك حدثوه عن شبكة للهجرة غير القانونية. وذات ليلة كان مع المبحرين على متن قارب للصيد الساحلي. كان محظوظا إذ لم يغرق القارب. في لامبيدوزا الجزيرة الصغيرة في أقصى الجنوب الإيطالي أمضى محتجزا عدة أسابيع، ثم أخلي سبيله بعد أن وقع التزاما بمغادرة التراب الإيطالي، ولكنه لم يغادر. دأب الناس في الحقب الماضية على حفر خزانات للماء أسفل البنايات السكنية. في المغرب يسمونها المطفية. إليها كانت توجه مياه المطر المنسابة من السطوح. في المدن العتيقة لا يكاد يخلو منزل من مطفية أو جب. القصة التي نحن بصددها اليوم تنقلنا إلى مدينة سلا. نحن في مطلع فبراير من العام 2007. كان الشتاء غزير الأمطار. سجلت مقاييس استثنائية، وتسببت الأمطار في انهيار العديد من المباني في مدن عتيقة، منها مدينة سلا، حيث أصيب أيضا عدة منازل عتيقة بأضرار هامة. في جملة تلك المنازل المتضررة المنزل رقم 17 الواقع بزنقة الزاوية الحمدوشية في حومة البليدة. يسكن المنزل عمر بوعشرة وابنه الأكبر. في تلك الليلة غمرت مياه المطر الأزقة، وارتفع مستواها إلى ما يقارب المتر أو يزيد. في مدن كثيرة يحدث ما حدث تلك الليلة في حومة البليدة، ولكن الذي يستوقفنا عند المنزل 17 بزنقة الزاوية الحمدوشية أمر له ما قبله. بعد أن توقفت الأمطار، وبعد أن تدخلت السلطات لمساعدة السكان على ضخ المياه التي غمرت الأزقة، أصبح عدد من السكان مضطرين إلى إصلاح الأضرار التي لحقت منازلهم.
كان عمر بعشرة وولده ضمن أولئك. أثار انتباه التقني الذي أوفدته البلدية لإجراء المعاينة تسرب المياه عند مستوى أسس المنزل، ولذلك أوصى بالتعجيل بالإصلاح. كان ضروريا اقتلاع الزليج الذي يغطي فناء الدار وتقوية فرشة الخرسانة، ولكن العمال الذين كانوا يقومون بذلك فوجئوا بوجود مطفية أسفل المنزل. لم يكن عمر بعشرة يعلم بوجود ذلك الجب. تطلب الأمر الاستنجاد بالوقاية المدنية لإفراغ المطفية قصد إنجاز الإصلاحات. وبقدر ما كان يفرغ الجب مما احتواه كانت تنبعث منه رائحة كريهة تشبه تلك الروائح التي تنبعث من الجيف. تم إبلاغ السلطات التي حضر ممثلون عنها. تم إنزال رجل إطفاء إلى الجب كان رهيبا ما اكتشفه، بقايا جثة آدمية في حالة تحلل متقدمة. أخذت الأمور الآن منحا آخر. حضر عميد الشرطة رئيس الدائرة الأولى التي تدخل حومة البليدة ضمن نفوذها. بعد أن أبلغ النيابة العامة تم استخراج الرفاة التي نقلت إلى المستودع البلدي للأموات. هناك فحصها الطبيب الشرعي الذي أكد عدم وجود آثار تعرضها للعنف أو ما يثبت أن صاحبها مات غرقا. تبين أنها جثة رجل وأنها ظلت في المطفية لسنوات طويلة. استجوب المحققون مالك المنزل السيد بوعشرة الذي أكد أنه اشترى البيت منذ 3 أعوام وأنه لم يكن يعلم بوجود الجب. أثبتت التحاليل الجينية لاحقا أن لا علاقة للرجل بالجثة. يتعين الآن على المحققين أن يتعقبوا كل من تعاقبوا على المنزل 17 في زنقة الزاوية الحمدوشية بسلا، مهمة تتطلب بعض الصبر. في شهادة الملكية التي بحوزة عمر بعشرة أنه اشترى المنزل من السيد عثمان بحدو لم تتوفر أي إشارة إلى العنوان الذي ارتحل إليه الرجل بعدما باع المنزل. سلك المحققون مسلك وكالة توزيع الماء والكهرباء، وبعد 6 أيام وصلوا إلى عثمان بحدو، كان يسكن في حي سيدي موسى. أحضر الرجل إلى مفوضية الشرطة وتم استجوابه. أكد أنه اشترى المنزل من مالكه القديم ويدعى عبد الرحمن الأزلي. أخبر عثمان بحدو المحققين بأن الرجل رحل إلى المهدية في العام 95-900 أي مباشرة بعد أن باع المنزل، وأنه يملك قارب صيد. كان لابد من إخضاع السيد عثمان بحدو بدوره للتحليل الجيني الذي أثبت أن لا علاقة له بالرفاة التي عثر عليها في المطفية. توجهت فرقة من مصلحة الشرطة القضائية بسلا إلى القنيطرة، وبمساعدة من مصالح الأمن المحلية اهتدت إلى عبد الرحمن الأزلي. كان من بين كبار أصحاب قوارب الصيد، يرأس نقابتهم وجمعية الأعمال الاجتماعية. كان الرجل يحظى باحترام السلطات المحلية في المهدية، حيث ترشح لانتخابات البرلمان عن قطاع الصناعة والخدمات. لم تكن يسيرة البتة مهمة استقدام الرجل إلى سلام، وقد أوصى ممثل النيابة العامة رئيس الفرقة الموكول إليها البحث عن السيد الأزلي بتوخي الحذر والحيطة، فقد لا يكون للرجل أي صلة بما اكتشف في زنقة الزاوية الحمدوشية بسلام. لحسن حظ المحققين أن مصلحة الاستعلامات العامة في القنيطرة تتوافر على ملفات تخص النقابيين ومسؤولي الأحزاب السياسية والمنتخبين المحليين وممثلي المنطقة في البرلمان. يستفاد من الملف الخاص بالسيد عبد الرحمن الأزلي أنه من مواليد سلا، وأنه كان يسكن حومة البليدة بالمدينة العتيقة، وأنه استقر بالمهدية في العام 96-900 بعدما اشترى قارب صيد صغير كان يتولى بنفسه قيادته، وقد استطاع تطوير نشاطه وتوسيعه بما مكنه من تحقيق أرباح هامة. اقترح الضابط المكلف بالبحث على ضابط الاستعلامات العامة العمل على الحصول على ما يمكن من إجراء تحليل جيني لإثبات العلاقة بين عبد الرحمن الأزلي والرفاة التي استخرجت من جب منزله القديم في سلام. ظل يلاحقانه عدة أيام، وذات يوم جلس في مقهى الميناء رفقة مجموعة من البحارة. كان على المكلف بالمراقبة
أن يبقي رهن نظره الكأس التي استعملها السيد عبد الرحمن الأزلي، وكذلك كان. لما نهض الرجال تسلل المراقب إلى الطاولة وأخذ كأس عبد الرحمن الأزلي. لاحقا ستثبت التحاليل المخبرية علاقة قرابة وثيقة جدا بين عبد الرحمن الأزلي والجثة التي استخرجت من المطفية. صار لدى المحققين الآن ما يؤسسون عليه استدعاء السيد عبد الرحمن الأزلي. تم استدعاؤه إلى مفوضية الشرطة بسلا. لما حضر عرضت وقائع الدار 17 بزنقة الزاوية الحمدوشية. باختصار عرضت عليه قصة الرفاة التي تم استخراجها من الجب. لم يكن أمام عبد الرحمن الأزلي مفر من كشف ما ظل مستورا سنين عديدة. عاد بذاكرته إلى سنوات بعيدة. قال إنه دأب منذ نعومة أظافره على الصيد في البحر وفي موسم صيد سمك الشابل في مياه نهر أبي رقراق. كان يرافق شقيقه الأكبر صالح الأزلي. ذات مرة كاد قاربهما يغرق بفعل الموج العاتي، نجيا بأعشوبة. نصحهما ريس خبير بعقد تأمين على الحياة. راقتهما الفكرة وقد اكتتب كل منهما على أن يكون شقيقه هو المستفيد في حالة وفاته. مرت سنوات، وذات مرة ألزم المرض صالحا الفراش. كان عبد الرحمن يعتني به. كان يعيشان وحيدين في منزلهما بسلا، لم يعد لهما أقارب. وذات يوم اشتد المرض على صالح. أوصى شقيقه بأنه في حال وقع له مكروه فإنه يتعين أن يستفيد من تعويض التأمين علّه ينفعه في تحسين أحواله المعيشية. قال له إذا مت فلا تخبر أحدا وادفني في المنزل، ثم أبلغ شركة التأمين أنني غرقت حتى تستفيد. بعد أيام معدودة مات صالح الأزلي. لعدة أيام تردد عبد الرحمن، ولما بدأت جثة أخيه تتعفن استسلم. بعد تغسيله وتكفينه أنزله إلى قاع المطفية ثم أغلقها بإحكام. كان عليه أن يجد شهودا على غرق شقيقه. وبينما كان يمر بسوق الغزل لفتت انتباهه دمية من تلك الدمى التي تستعمل لعرض الملابس. اشترى الدمية، أخذها ليلا إلى القارب، ومع طلوع الفجر كان قد ألبسها ملابس أخيه صالح. أبحر، مر قرب بحارة آخرين حياهم، حسبوه مع أخيه صالح. لما ابتعد عن الساحل أثقل الدمية بحجر وألقى بها في البحر. في المساء عاد يبكي أخاه. قال للصيادين إنه سقط من القارب وإنه أمضى اليوم كله في البحث عنه دون جدوى. بعد أيام تقدم بطلب صرف التعويض لدى شركة التأمين التي، وبعد تحريات أجرتها في الميناء، أيقنت أن بحارة كثيرين رأوا صالحا وأخاه مبحرين وأن عبد الرحمن عاد وحيدا في المساء. لما حصل على التعويض انتقل إلى المهدية بعد أن باع منزل زنقة الزاوية الحمدوشية. تعلمون بقية القصة. تمت إحالة الملف على النيابة العامة، ومثل عبد الرحمن الأزلي أمام المحكمة بتهمة دفن جثة بدون ترخيص والنصب على شركة التأمين. كان الطب الشرعي قد أكد أن الجثة لم تكن لقتيل أو غريق. كانت قد مرت على الجنحتين 5 سنوات، وهي مدة تقادم. حكمت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية وأخلت سبيله. إثر ذلك طالب عبد الرحمن بجثة أخيه ودفنها. صار له قبر معلوم. بعدئذ فقط استطاع عبد الرحمن أن يستعيد طعم النوم. فمنذ أن وارى جثة أخيه المطفية ظل شبح صالح يلاحقه يطالبه بقبر معلوم. في شارع عمر بن الخطاب بالمدينة القديمة لبنغازي كان الهادي بن عمار وجها مألوفا. هذا التونسي القادم من صفاقس يقيم في ليبيا منذ العام 80-900 و1000، حيث عمل في عدة مؤسسات فندقية، واستقر به المقام في بنغازي حاضرة الشرق الليبي في العام 90-900 و1000. تزوج الهادي من بنت عمه أم كلثوم في العام 88-900 و1000، أنجب ولدين.
ارتبط الهادي وزوجته بعلاقات طيبة مع جيرانهم من الليبيين ومن الأجانب، وأغلبهم مصريون وسودانيون، يتبادلون الزيارات في الأعياد والمناسبات المختلفة. كان أجر الهادي من عمله كمسؤول في أحد فنادق المدينة يكفيه لعيش محترم ولكي يدخر منه، وكذلك بنى له منزلا جميلا في صفاقس، وكذلك كان يستطيع أن يوفر لولديه مصاريف الدراسة. لم يتوقع أحد من الأجانب الذين طال بهم الأمد في ليبيا أن يأتي يوم تندلع فيه ثورة على نظام العقيد القذافي. وحتى لما انتظمت أولى المظاهرات في بنغازي في فبراير من العام 2011، ظن الهادي ومثله ظن أجانب كثيرون أن الأمر لن يعدو حد تعبير عن تذمر مجتمعي عابر، ولكن الأمور سرعان ما أخذت منحى ثورة شاملة. كان للهادي جار مصري اسمه جعفر يسكن الطابق الرابع من العمارة، حيث كان الهادي وزوجته يسكنان شقة في الطابق الثالث. لم يكن الرجلان يخوضان في أمور السياسة الليبية، بل إنهما كأجانب كثيرين يتحاشون حتى الجلوس إلى من يبحثون قضايا السياسة. يعلم الهادي أن ليبيين كثيرين كانوا مثله يخشون الخوض في أمور عديدة. كان جعفر القادم من الصعيد قليل الكلام، ولذلك لما طرق بابه في تلك الليلة، ليلة العاشر إلى 11 من أبريل من العام 2011، لم يتمكن الهادي من إخفاء اندهاشه. وبينما ظل صامتا ينظر إليه باندهاش، بادره الجار المصري بأن استأذنه في الدخول. لم يكن لدى الهادي ما يمنعه من استقبال جاره، بدا له أن الرجل جاء يحمل هما ثقيلا. زوجته أم كلثوم نائمة، وهو يدخل إلى الصالون ألقى بنظرة إلى ساعة معلقة على الجدار، الواحدة صباحا. جلس جعفر الذي كان يلبس عباءة مقلمة، نظر إلى الهادي وقال له دون أن يمهد بأي كلام آخر: اسمع يا صديقي، كما ترى فإن الأحوال ساءت في هذا البلد، ولقد سمعت من يقول بأن الأجانب قد يصيرون هدفا للنظام وللثائرين عليه، ولكن حاول أن يقاطعه غير أن المصري استرسل: لا تظن أن السنوات الطويلة التي أمضيتها هنا ستشفع لك، أنصحك كما نصحت نفسي قبل أن أطرق بابك بأن تعجل بالرحيل. لماذا؟ قلت لك أيها العزيز أن الآتي لا يبشر بخير. لم يكن للهادي أن يتجاهل نصائح جعفر الذي أبلغه بأنه راحل بعد يومين على أبعد تقدير. كانت الأجواء في بنغازي مكهربة، الاحتجاجات في تصاعد، والمواجهات أخذت منحا دمويا. بعد يومين جاء جعفر مودعا، كانت معه زوجته وابنتاه. لم يعد الهادي كما كان مترددا، فقد قرر الرحيل هو الآخر، يعلم أن الطريق إلى معبر السلوم على الحدود الليبية المصرية أسهل. الأصداء التي بدأت تتناهى إلى المهاجرين تتحدث عن عنف غير مسبوق في مدن كثيرة حول طرابلس. أبلغ عددا محدودا من أصدقائه بأنه راحل عن بنغازي، كان يظن أنه سيستطيع العودة بعد أن يهدأ الوضع. طلب منه موسى عامل المخبز أن يرافقه. كان الشاب ذو 30 ربيعا الابن الوحيد لرجل تونسي وامرأة جزائرية. كان لطيفا ومن الذين يعدهم الهادي من أصدقائه الأوفياء، ولذلك لما طلب منه أن يرحل بصحبته لم يمانع. أغلق الهادي باب شقته بعد أن حمل سيارته أشياء قدر أنه لن يستطيع الاستغناء عنها. جلست زوجته في المقعد الخلفي، وتركت موسى يجلس إلى جوار زوجها. كان الوقت فجرا لما انطلقوا. قرر الهادي أن يسلك الطريق الساحلي. مروا بقامينس التي لم تكن قد استيقظت. يعلم أن سيارته التي بلغت من العمر 18 عاما قد لا تتحمل هذا السفر الطويل والمفاجئ. كان قد وضع في صندوق الأمتعة مع معدات أخرى قطع غيار لا يستبعد أن يحتاج إليها. قبل أن ترتفع الشمس ومعها درجات الحرارة،
كان يدفع سيارته إلى أقصى سرعة ممكنة. بعد نحو 3 ساعات كانوا على مشارف أجدابيا. الوقت ضحى، هناك حاجز وقف به 4 شبان بالزي المدني، كانوا 3 أو 4 يحملون بنادق رشاشة. في مكان مقابل لهم سيارة رباعية الدفع، لا يعرف من هم، المهم أن يجتازوا الحاجز بسلام. أشار إليه أحدهم أن يتوقف، امتثل. جاء الرجل الذي يبدو أنه لم يحلق ذقنه منذ 3 أو 4 أيام ونظر بداخل السيارة. كانت أم كلثوم تجلس مكانها، لم ترفع إليه بصرها. من هذه؟ سأل المسلح. زوجتي. إلى أين تقصدون؟ إلى أجدابيا. أجدابيا؟ نعم، لدي أقارب هناك. ليبيون؟ لا، تونسيون. نظر إليه كمن يريد أن يتثبت من نظراته أنه لم يقل كذبا. وماذا في صندوق الأمتعة؟ أغراض تخصنا. انزل وافتح. امتثل الهادي، نزل ومضى إلى صندوق الأمتعة يفتحه. كانت به 3 حقائب، إحداها لموسى. بإمكانك أن تنصرف. عاد الهادي إلى سيارته بأسرع مما خرج منها. كانوا قد ابتعدوا عن ذلك الحاجز لما سأله موسى عمن يكون أولئك المسلحون. ضحك وقال: لا أعرف. في تلك الأثناء كان الصراع يحتد في كل المدن بين أنصار القذافي والمنتفضين عليه، وبدأت تتردد أصداء عن تورط مهاجرين أجانب أفارقة خاصة في أعمال عنف وقتل. قرر الهادي التوقف لزيارة صديق قديم يسكن في أجدابيا اسمه منصور، كان يسكن في شارع المجد. يعلم أن منصور أعاد أسرته إلى تونس قبل عام مضى، وأنه كان يستعد للعودة هو الآخر. نزل من سيارته ومضى إلى باب افتقد إلى الصباغة منذ زمن. قرع الجرس، ولكنه لم يتلقى ردا. لم ييأس، يحدث نفسه بأنه سيكون مؤسفا أن يعبر من أجدابيا دون اللقاء بمنصور العمودي. الصداقة بينهما تعود إلى أيام الهجرة الأولى في ليبيا. عاود قرع الجرس، ولما لم يأته رد دفع باب ما كان يفترض أن تكون حديقة في مدخل الدار ودخل. لم يكن باب السكن موصدا، دفعه فانفتح. يعرف جيدا سكن منصور، ناداه باسمه فلم يرد، تردد، تريث قليلا، ناداه مرة أخرى ثم تقدم في الممر. على اليمين باب غرفة الضيوف. لما أطل صعق، على الأرض 3 جثث لرجال. تحمل وألقى بنظرة، أيقن أن صاحبه لم يكن بين 3. 2 ماتا وعيونهما مفتحة. على الجدار وعلى الأرض أثر دم، يبدو أنهم قتلوا بالرصاص. انقلب يريد الخروج، ولكنه فوجئ بمسلح ذي بنية قوية يمنعه. حاول ولكنه يعترض سبيله، لم يكلمه. سلاحه في وضع إطلاق النار وأصبعه على الزناد. لا يدري الهادي بالضبط ما الذي حدث حين اندفع هاربا. أوقع المسلح أرضا وعدا خارجا، كان يتوقع أن يطلق عليه النار. ركب سيارته وانطلق. على مدى 100 من الأمتار كان يتوقع أن يعترضه مسلحون. لم يسمع زوجته وهي تسأله عما حدث، ولا سمع موسى رفيقه في الطريق وهو يحاول أن يطمئن. كانت عيناه شاخصتان لا يغفل عن الطريق، ولعله أفرط في السرعة. لما هم بولوج الطريق المتجه إلى البريغا استوقفه مسلحون بالزي المدني. نظروا إلى من بداخل السيارة، تصاعد نبض قلبه، يتوقع أن يقبض عليه في كل لحظة. ولكن الذي يبدو رئيسهم أعطاه إشارة مواصلة طريقه. بعد مسافة 10 كيلومترات ساد خلالها صمت رهيب، سأله موسى: هل لك أن تقول لنا ما الذي حدث في منزل صديقك منصور؟ لم يكن قد تخلص من وقع الصدمة بعد.
رأيت 3 رجال مقتولين في غرفة الضيوف. ماذا؟ تساءلت زوجته التي بدت وقد صدمها ما قاله. 3 جثث لرجال، لم يكن من بينهم منصور. كان هناك رجل مسلح حاول أن يمنعني من الخروج. لم يكن قد مر وقت طويل لما وقعوا على حاجز جديد لم يكن الواقفون به مدنيين، يبدو أنه الجيش الليبي. وبينما مرت السيارات التي كانت تسبقه، أمره رئيس الحاجز بالتزام اليمين والتوقف. امتثل، طلب منه وثائق السيارة ووثائقه وزوجته والجالس بجانبه موسى. لما تسلم العسكري الوثائق قال: تونسيون؟ نعم سيدي. ولما أنتم مغادرون؟ لسنا مغادرين، نريد أن نزور معارف لنا في سرت. جئتم من بنغازي؟ نعم. قل لي، ما الذي حدث أثناء مروركم بأجدابيا؟ لا شيء. في كل الأحوال ستبقون معنا حتى ندقق بعض الأمور. التفتت أم كلثوم. كان الهادي يحاول أن يشرح أمرا ما للجندي، لم تكن تسمع ما يدور بينهما. رأت جنديا آخر يستوقف سيارة نفعية متهالكة، ثم جاء الهادي، أقفل باب السيارة، قال إن العسكري أمره بالانتظار لتوضيح أمر ما. أي أمر؟ سأل موسى الخباز. لست أدري، قالها وهو يحرك السيارة لينحو بها إلى مكان في أقصى جانب الطريق. كان العسكري يتبعه وقد علق بندقيته إلى كتفه وفي يده أوراق السيارة وجوازات السفر. لم يكن على كتفي العسكري ما يدل على رتبته، ولكن الهادي لاحظ أن الباقين يمتثلون لأوامره. قبل أن يصل إليه قال العسكري وكأنه يكمل ما دار بينهما من قبل: قلت إنكم ذاهبون إلى سرت لزيارة أقارب لكم هناك. نعم هو كذلك. جاء من جهاز اللاسلكي المعلق إلى صدره صوت لم يفهمه الهادي، كان متقطعا: أتمنى أن أستطيع السماح لكم بالذهاب إلى حيث تريدون. قالها وابتسم ابتسامة لم يكملها: ولكنني كما قلت لك منذ قليل أريد أن أعرف منك. نعم سيدي. أريد أن أعرف منك ما الذي حدث عندما مررتم بأجدابيا. لا شيء سيدي، مررت من هناك لأودع صديقا لي يسكن المدينة. ليبي؟ لا تونسي، ولكنني لم أجده في بيته. صمت الهادي بينما ظل العسكري ينظر في عينيه بتركيز. توقع أن يسأله عن الجثث 3 التي وجدها في سكن صديقه منصور العمودي. الصمت الذي لزمه الجندي جعله يتوقع كل سيء، ثم تكلم أخيرا: ما يهمنا نحن أن تقول لنا ماذا فعلت بعد أن لم تجد صديقك في بيته. لا شيء سيدي، ركبت سيارتي وواصلت الطريق أريد كما أسلفت إلى سرت. عاد ذلك الصوت غير المفهوم الآتي من جهاز اللاسلكي. ابتعد الجندي 4 خطوات، سمعه يرد: نعم، رجلان ومعهما امرأة. يحشرج اللاسلكي من جديد: إلى سرت. نعم سيدي. ظن الهادي أن الحديث يعنيه ومن معه. اقترب الجندي، نظراته تخترق عينيه: هل تعلم لما أوقفناك؟ لا سيدي. لأن لدينا معلومات تقول إنك سلمت أحدهم كمية من الكوكايين. لا يا سيدي، أنا لا أعمل في الممنوعات. طوال السنوات التي أمضيتها في ليبيا عملت في مجال تخصصي الفندقة. وهل تظنني أصدقك؟ أنتم الغرباء سريعا ما تنسون الجميل. لم يجد الهادي كلاما يرد به على ما قاله الجندي، ثم استحضر كلام جاره المصري جعفر: الآتي لا يبشر بخير. لم يكن في الاتهام الذي وجهه له العسكري ما يبشر بخير. في زمن القذافي لا حاجة إلى أدلة أو حجج للإدانة. يتذكر الهادي قصص أناس كثيرين زج بهم في السجن لأسباب تافهة وبلا سبب حتى. هل يكون مآله كذلك؟ يتساءل. الآن
تسرب إليه خوف لا قبل له به، ولعله شرد وهو يحدث نفسه، ثم جاءه صوت العسكري: هل تعلم ما معنى أن تكون متهما بتهريب الكوكايين؟ أنا لا أهرب الكوكايين. يعلم أن كلامه لن يرضي العسكري. ما تقوله هو ما سنتحقق منه. سيرافقكم جندي إلى مرسل بريغا، هناك ستجدون من يستمع إليكم. نادى على جندي بدا أنه خرج من السيارة المركونة غير بعيد. في تلك الأثناء أبلغ الهادي زوجته ورفيقه موسى بأن جنديا سيرافقهم إلى مرسل بريغا، أضاف: لأنهم يشكون في أنني مهرب مخدرات. لم ينطق بكلمة، ولم يكن يتوقع منهما أن يعلق. الذي يحدث يتجاوز كل تعليق. جاء الجندي يبدو حديث السن، في كل الحالات لا يزيد عمره عن 22 عاما، في يده رشاش في وضع إطلاق النار. طلب الهادي من زوجته أم كلثوم أن تحل محل موسى وأن يجلس هو مع الجندي في المقعد الخلفي. لم ينطق العسكري بكلمة واحدة. انطلقت السيارة لما استوى كل واحد في مكانه. في المرآة العاكسة يبدو العسكري الشاب مستنفرا حواسه كاملة. لم يرد على الهادي لما سأله إن كان من الجيش الليبي. البلد يغوص كل يوم أكثر في حالة من الفوضى اختلطت فيها الانتماءات والولاءات. قطع نحو 30 كيلومترا لما استأذن الجندي في التوقف 5 دقائق. لم يتكلم، ولكنه أومأ برأسه موافقا، ما أن توقفت السيارة حتى كان أول من نزل. وقف على بعد 4 أمتار، سلاحه في يده، أصبعه على الزناد. لا تشي ملامحه بأي تراخ. كان المكان الذي توقفوا به خلاء. مضى الهادي برفقة زوجته حتى تواريا عن الأنظار، بينما ظل موسى قرب السيارة. لما عاد استأذن الجندي في إخراج بعض الأطعمة. أومأ برأسه موافقا. مضت أم كلثوم إلى صندوق الأمتعة وأنزلت بعض المصبرات ومشروبات. على الأرض الرملية أرسلت منديلا ووضعت عليه الأطعمة. بدأ الثلاثة يأكلون، ثم نادى الهادي على الجندي: تعال يا ابني، هيا شاركنا طعامنا. تردد العسكري الشاب قليلا ثم جاء. قال الهادي: يا ولدي، نحن نعلم أنك مأمور، نحن أبرياء من التهمة التي يريدون إلصاقها بنا، هيا تفضل كل. ناوله صحنا به معكرونة. للمرة الأولى رأى بعض الانشراح على وجهه. يعلم الهادي، هو الذي أمضى في ليبيا ما يزيد على 30 عاما، أنه إذا ما بلغ مرسل بريغا فسيكون قد خسر كل شيء. ففضلا عن تهمة تهريب الكوكايين، قد يتهم بالعمالة لجهات خارجية أو للمتمردين على النظام الذين بدأت تتقوى شوكتهم في بنغازي. فكر في التخلص من الجندي. يعلم أن محاولته إن باءت بالفشل فستعني موته في الحال قبل أن يبلغ مرسل بريغا، إلى حيث يقاد مع زوجته وصديقه. توقفهم في ذلك المكان الخلاء ربما كان الفرصة التي لن تعوض. بعد أن انتهوا من تناول طعامهم ركبت أم كلثوم وركب موسى. وقف الهادي ينتظر ركوب العسكري. قال له إنه يريد أن يطمئن إلى أن الأبواب مغلقة بإحكام. ابتسم العسكري الشاب، ولما أدخل نصف جسمه في السيارة انقض الهادي على بندقيته وانتزعها منها. لم يتمكن من المقاومة إذ كان قد اندفع بجسمه إلى داخل السيارة. مرر الهادي الحزام الجلدي للرشاش فوق جيده وأمسك به في وضع إطلاق النار. لما حاول الجندي الخروج من السيارة نهره، رفع الشاب يديه مستسلما. وبينما نزل موسى من السيارة ظلت أم كلثوم زوجته مكانها تنظر باندهاش إلى ما يجري من حولها. في الصندوق حبل، هاته أسرع. مضى موسى يبحث في صندوق الأمتعة، وسرعان ما وقع على حبل متين جاء به. اربطها هيا. لم يكن الهادي يخاطر بالاقتراب من الجندي الذي ظل مكانه. تقدم إليه موسى وربط يديه خلف ظهره،
ثم قيد رجليه. سنتركه هنا، قال الهادي. إذ ذاك نطق الجندي: لا تتركوني هنا، خذوني معكم، إن ظفروا بي سيقتلون. يبدو الهادي متعجلا الانطلاق. إذا أردت أن أحملك معي فعليك أن تتعاون معي وتدلني على الطرق التي لن نصادف فيها حواجز. سأفعل، والله سأفعل. لا تتركه، راقبه جيدا. اكتشف موسى وجها آخر لصديقه الهادي لم يعهده بتلك الصرامة، لعله لا يعرف أن الهادي أدى الخدمة العسكرية قبل أن يهاجر إلى ليبيا. دلهم العسكري على مسلك ترابي يجتنب مرسى البريغا، بعدها صارت الطريق سالكة. ابتعدوا عن الساحل، المحيط مظلم. توقفوا مرتين، ومع أنه ظل حذرا لا يترك البندقية الرشاشة، حرص الهادي على أن يطمئن العسكري بأنه لا يريد به سوءا، وإنما يريد الخلاص من تهمة كيلت له بلا دليل. أبدى الجندي تجاوبا، بل إنه قال إنه لن يعود إلى الجيش وسيلتحق بالمتمردين على القذافي. حدث الهادي نفسه بأن الأمر لا يعنيه، ثم مع اقتراب الفجر صاروا على مسافة قريبة من سرت. طلب الجندي أن يترك في مكان بأطراف المدينة، تركوه قرب المكان المعروف بقصر بوهادي، ودعه الهادي وأعاد إليه سلاحه بعد أن أفرغه من ذخيرته. في سرت مضى إلى منزل قريب له يسكن وسط المدينة، أمضى معه 3 أيام، باع خلالها سيارته وعوضها بأخرى، ثم استأنف الطريق إلى تونس. لما عبر نقطة الحدود في بنقردان بدا له أنه استيقظ من كابوس استمر ليلا طويلا. سنمسك عن اسم المدينة التي تدور فيها فصول هذه القصة الواقعية، هي مدينة على ضفة نهر. نحن في مطلع 80ات القرن الماضي. كانت جموع من الناس على ضفة النهر، أغلبهم من النساء اللواتي جئن لغسل ثيابهن. لم يكن أحد يتصور أن المكان سيعرف اكتشاف واحدة من الجرائم التي ظلت راسخة في أذهان الناس هناك لعدة سنوات. كان الوقت ظهرا لما شاهد أحدهم جلدة خروف ملفوفة تطفو على صفحة النهر. كان المد يدفع بها إلى الضفة. ما أن اقترب جلد الخروف الطافي حتى اكتشف الحاضرون أنه يضم جثة مقطوعة الرأس والأطراف. لكم أن تتصوروا صراخ النساء والأطفال لهول ما تم اكتشافه. مع ذلك فإن بعض الفضوليين صمدوا أمام بشاعة المشهد. كانت رائحة كريهة تصدر من الجثة والجلد الذي يلفها. لم يكن على الجثة ما يبين لمن تكون. كان اليوم يوم سبت. وقتها كانت الإدارات العمومية تشتغل إلى منتصف النهار، حيث تبدأ عطلة نهاية الأسبوع التي تستغرق النصف الثاني من يوم السبت ويوم الأحد. تم إبلاغ الشرطة القضائية بالأمر، فانتقل رئيسها إلى عيد المكان، كما تم إخبار وكيل الملك الذي التحق بدوره بضفة النهر. أبانت المعاينة التي تم إجراؤها في المكان أن الجثة جثة رجل، وقد تم جز الرأس والأطراف باستعمال أداة حادة. من الاستنتاجات الأولية أن الجثة لفت في جلد الخروف لتسهيل إخفائها أو لتسهيل إغراقها في مياه النهر. لم يكن جلد الخروف ليثير الشبهة، فالفترة كانت فترة ما بعد عيد الأضحى. كثيرون هم الذين كانوا على ضفة النهر يغسلون جلود أضحياتهم تمهيدا لمعالجتها فاستغلالها. وبسبب ضآلة الآثار وقلة المعلومات التي تم الحصول عليها من شهود العيان، تقرر التعجيل بنقل الجثة المبتورة الرأس والأطراف إلى المستودع البلدي للأموات لإخضاعها للفحص وتيسير التوصل إلى استنتاجات تفيد التحقيق الجنائي. في الوقت ذاته أوكلت إلى فرقة من المفتشين مهمة البحث في الأماكن المجاورة للمكان الذي ظهرت فيه الجثة والعمل على توفير كل ما يفيد التحقيق، ولكن الأبحاث التي تم القيام بها لم تأتي بجديد.
في صبح اليوم الموالي في الضفة المقابلة من النهر وعلى بعد كيلومترين ونصف، اكتشف رجال الدرك كيسا بلاستيكيا يطفو على سطح الماء. كان بداخله رأس وذراعان والنصف الأسفل لجثة. تقرر نقل الرأس والأطراف إلى مستودع الأموات. بشكل تلقائي قام الحارس بوضع الكيس إلى جانب الجثة المبتورة الأعضاء والمقطوعة الرأس، والتي كانت مسجاة على جلد الخروف الذي لفت به. لم يستغرق خبير التحقيق الجنائي وقتا طويلا ليستنتج أن الرأس والأعضاء التي تم اكتشافها من قبل رجال الدرك تشكل جثة رجل واحد مع الجثة مبتورة الرأس والأطراف. انهمك الخبير في تسجيل قياساته ورفع بصماته تمهيدا لتشخيص هوية الجثة. كان عليه أن يضع كل القطع على طاولة التشريح لتبقى الجثة المجزأة رهن إشارة الطبيب الشرعي. تم فحص الكيس البلاستيكي ولكنه لم يبح بأي شيء يفيد التحقيق، غير أن الخبير وبينما كان يدقق النظر في جلد الخروف لاحظ وجود قطعة معدنية ربطت بطرف الجلد. كانت القطعة المعدنية تحمل 3 أرقام. أبلغ الخبير زملائه الموكول إليهم البحث الميداني. كانت من نوع تلك البطاقات الحديدية التي يربطها الدباغون بالجلود التي يتسلمونها للدباغة. اكتشاف تلك البطاقة المعدنية جعل المحققين يركزون تحرياتهم على أوساط العاملين في الدباغة، محترفين كانوا أم عرضيين. علمنا أن الفترة كانت فترة ما بعد عيد الأضحى، وهي مناسبة يظهر فيها دباغون موسميون. زار المحققون عدة محلات متخصصة في دباغة الجلود بحثا عمن يستعمل بطاقات معدنية من عينة تلك التي تم اكتشافها مربوطة بطرف جلد الخروف الذي لف الجثة المبتورة التي اكتشفت في النهر. في صباح اليوم الموالي صادفوا أحد المشتغلين بالدباغة بمناسبة عيد الأضحى، فأخبرهم بأن الرقم الذي تحمله البطاقة المعدنية رقم ثلاثي، وأن الدباغ الوحيد الذي قد يكون وصل إلى تسلسل من 3 أرقام هو جاره، وكان لم يحضر بعد إلى دكانه، غير أن عربته التي يستعملها في نقل الجلود إلى شاطئ النهر كانت مستوقفة بجانب الدكان. كانت إشارة أولى. تم تكليف فريق خاص ظل مرابطا حول الدكان في انتظار قدوم صاحبه. كانت الساعة تشير إلى 10 صباحا لما وصل. بدا عليه أنه توقف عن الدباغة. لما تقدم نحو باب دكانه وما كاد يدخل المفتاح في القفل حتى فاجأه المفتشون. فتح الباب وتم اقتحام المحل. كان فارغا، ولكنهم بفحص سجل الزبائن وجدوا الرقم المطبوع على البطاقة المعدنية. نقل الرجل إلى مفوضية الشرطة. هناك قدموا له البطاقة المعدنية التي اكتشفت على الجلد الذي لفت به الجثة المقطوعة الرأس والأطراف. أقر بأنه من قام بدباغة الجلد وأكد أنه سلمه لصاحبه. وسع المحققون دائرة عملهم واتصلوا بصاحب الجلد الذي أكد أنه لم يتسلم بعد جلد أضحيته من الدباغ. ولتأييد ما قال مكن المحققين من الوصل الذي كان بحوزته، مؤكدا أنه لو تسلم الجلد لسلم الوصل للدباغ. أيقن المحققون أن الدباغ يكذب. قرروا استدعاء أحد جيرانه لمحاولة تحديد هوية الجثة. تم ذلك في اليوم نفسه، وتمكن الجار من التعرف إلى الضحية. قال إنه كان شريكا للدباغ وإنهما كانا يسكنان معا في الدكان. كان طبيعيا أن يسأل المحققون الدباغ عن شريكه. قال إنه سافر إلى مسقط رأسه في البادية. أوهمه المحققون بأنه تعرض لحادثة سير وأن جثته توجد في المستودع البلدي للأموات، وعليه أن يرافقهم بغرض التحقق مما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بشريكه. ما أن دخل القاعة المبردة حتى فتح الدرج الذي كان يضم الرفات. عرضت الجثة والرأس والأطراف على الدباغ. كان مضطربا يتصبب جبينه عرقا.
اكتفى بالتأكيد أن الأمر يتعلق فعلا بشريكه، لم يقل أي شيء آخر. أعيد الدباغ للاستنطاق. انهال عليه المحققون بوابل من الأسئلة، ارتبك في البدء ثم نحى منح الإقرار والاعتراف. اعترف بأنه من قتل شريكه وسرد التفاصيل الدقيقة لعملية تقطيع الجثة. علم منه المحققون أنه وشريكه المغتال قدم من ناحية قلعة صرغنا للعمل في الدباغة. عمل 5 سنين لأحد المعلمين المشهورين في هذه الحرفة الذي كان يجني أرباحا هامة كل عام بمناسبة عيد الأضحى، وكان ذلك ما شجعهما على الانفصال عنه والعمل لحسابهما الخاص. اكتريا دكانا في الحي الشعبي في منطقة كثيفة السكان. لازما دكانهما أيام العيد، كان الإقبال كبيرا، فاق كل ما توقعه، اشتغل شهرين متتابعين دون انقطاع. أقر الظنين بأنه كان يبعث بنصف ما يكسبه إلى عائلته في مسقط رأسه، بينما ينفق الباقي في الملذات والأهواء، ولكن شريكه كان يتصرف فيما يكسبه من مال ببخل شديد، لا ينفق منه سوى القليل، ويعلل ما يقوم به باستعداده للزواج. كان يداوم على أكل الخبز والشاي وسمك السردين. شهرين بعد عيد الأضحى انتهى موسم الدباغة، وقرر الشريكان إغلاق الدكان. كان الجاني يرغب في البقاء في المدينة، بينما قرر الشريك العودة إلى بلدته حيث ينتظره حفل الزفاف. حاول الجاني أكثر من مرة البحث في متاع شريكه علّه يقع على مخبأ مدخراته، ولكنه اكتشف في الأخير أن شريكه يخفي أمواله في ملابسه الداخلية. قرر الجاني أن يسرق المال بعد أن يغرق صاحبه في النوم. كان المال مخبأ في التبان، ما أن تحسس الجاني المنطقة حتى أفاق شريكه. كان الجاني ممسكا بسكين. دخل الرجلان في اشتباك بالأيدي، فسدد الجاني إلى بطن رفيقه عدة طعنات. كان الرجل ينزف. اعترف الدباغ أنه لحظتها وجه له الضربة التي قتلته. استولى الدباغ على المال. قال إنه لث الجثة في جلد خروف وحاول حملها للتخلص منها، ولكنه لم يجد كيسا بلاستيكيا يسعها. حينئذ قرر تقطيع الجثة، وضع الرأس والأطراف في كيس بينما لف باقي الجثة في جلد الخروف. حمل الكل في عربته وألقى بالجثة المقطعة في النهر، ثم عاد إلى الدكان لتنظيفه من آثار الدم الذي نال الجدران وغطى أرضية المحل. اعترف بأنه استعمل الحلفاء التي كانت حشوة فراش شريكه المغتال. قضى بقية الليل في تنظيف الدكان، ثم لم الحلفاء وبقية فراش الضحية وأيضا السكين أداة الجريمة، وألقى بالكل في مياه النهر. قال إنه اختار البقاء في الدكان حتى تهدأ الأمور ويؤول أمر مقتل صاحبه إلى النسيان، ما لم يكن في حسبان الجاني أن النهر باح سريعا بالجثة. لن ينسى عبد العزيز بن حمادي اليوم الذي ترك فيه منزل العائلة في ولاد رمضان في أطراف توريرت. حدث ذلك في العام 57 900 وألف. كان يافعا في 14، ولعله تخطاها بسنة أو اثنتين. زمن إذن في البوادي لم يكن الناس يحصون أعمار أبنائهم إلا وفق الفصول والمواسم كموسم الحصاد، أو هم يربطون ميلادهم بأحداث معينة كالقحط أو الفيضانات أو حوادث ظلت راسخة في الذاكرة الجماعية. كان عبد العزيز فتى يغلب على مزاجه العناد والتمرد. كان ابن أسرة تشتغل بالزراعة المعيشية، وكان يعد أشغال الفلاحة والرعي عقوبات يرى أن عليه أن يتخلص منها. وكان والداه يصران على أن لا يكون له من اهتمام سوى الزرع والضرع. لقد تمت تنشئتهم على حب الأرض والعمل والكد من أجل توفير ما تحتاجه الأسرة. ذات صباح من شتاء العام 57 900 وألف، استيقظ عبد العزيز قبل كل أفراد الأسرة. دخل غرفة المؤونة
وفي كيس من ثوب بال وضع قطعة خبز من الشعير وقطعا من شرائح التين تلك التي يسميها العامة بالشريحة. نظر إلى شقيقه الأكبر، كان غارقا في نوم عميق. التفت جهة غرفة والده، كان بابها مواربا. جال ببصره في فناء الدار مودعا، ثم فتح الباب وانطلق. القرية لا تزال نائمة. لما ابتعد عنها بمسافة قصيرة سمع آذان الصبح يرفع. الحياة لن تلبث أن تدب من جديد في أولاد رمضان. كانت تلك خطواته الأخيرة على أديم القرية التي رأى فيها نور الحياة أول مرة. يذكر أنه وصل إلى تورير ضحى، لم يكن يعرف أحدا هناك ولا أحد يعرفه. قضم من خبز الشعير الذي يحمله معه، رأى شاحنة تمر غير بعيد تتقدم ببطء، وظن أنها مغادرة توريرت. لا يهم كثيرا، نظر من حوله، الناس الذين في المكان قليلون وكل يجري إلى وجهته. أسرع الخطوة وأدركها، لعل السائق لم ينتبه إليه ولا مساعده رآه. تسلق صندوقها المصنوع من ألواح خشبية ودعائم من حديد. لما أطل اكتشف أن الشاحنة تحمل صناديق محكمة الإغلاق. جلس بين صفين منها، وكان من حين إلى آخر يشرئب بعنقه جهة المقصورة. المحرك يحدث ضجيجا لا يكاد يطيقه. حاول أن يفتح إحدى تلك العلب المصنوعة من الكرتون، ولكنه لم يتمكن من ذلك. ظل ينظر إلى الصناديق، كانت عليها كتابات. أحس بالتعب. الطريق في حالة غير جيدة، بها كثير من الحفر ومقاطع لم يعد بها إسفلت. كانت الاهتزازات تخضه خضا، وفي لحظة ما نام، لا يدري كم مر من الوقت. لما استيقظ كانت الشاحنة متوقفة في قرية ما. نزل، تبدو قرية أكبر من قريته. رأى السائق ومساعده يقفان عند باب حانوت بناؤه من تربة حمراء. كانا يتحدثان إلى من بالداخل والذي لا يراه، ثم سمعهما يودعانه ويقصدان الشاحنة. لما انطلقت جرى ولحق بها كما فعل في المرة الأولى. بدا له أن لا السائق ولا مساعده انتبه إليه، ولكنه رأى رجلا بجلباب رمادي ينظر إليه باستغراب لا يخفى. قدر أن الوقت تجاوز الظهر لما وصلت الشاحنة إلى بركان. لم يزر المدينة من قبل، ترك الشاحنة ومشى في الشوارع التي لا تشبهها في شيء مسالك قريته التي تركها فجرا. ظل يتسكع في بركان عدة أيام. كان الناس يجودون عليه بالأكل، وحين يحل المساء يقصد مسجدا يمضي به الليل. ثم إنه وجد عملا في مطحنة، كان ينزل أكياس الحبوب ويدخلها إلى حيث آلة الطحن. صار شعره وملابسه يغلب عليها غبار الدقيق. كان يرهف السمع لما يدور في محيطه حديث بين زبائن المحطة، وكذلك صار يعرف أمورا كانت تغيب عنه هناك في ولاد رمضان. كان يظن أن مقامه في بركان لن يطول، ثم إنه بقي فيها نصف عام. تعرف إلى يافعين مثله من بركان، كان المدني أقربهم إليه. كان في مثل سنه وكان يعمل في مخزن للخشب. حكى له ذات مرة أنه فقد والديه في سن مبكرة، وكان عليه أن يتدبر أموره. اتفق اليافعان على الهجرة إلى الجزائر. سمعا أن ضيعات المعمرين الفرنسيين بحاجة إلى فلاحين متمرسين. لم يكن عبد العزيز متحمسا للعمل في الزراعة. ألم يهرب من عائلته وقريته بسبب الأشغال الفلاحية المتعبة؟ ولكن المدني أقنعه بأن العمل في الضيعات المجهزة يختلف عن العمل في الحقول في ولاد رمضان أو الفضاءات القروية التي تشبهها. أقنعه بأنه سيتلقى أجرا مغريا عن عمله. مساء يوم بارد من فبراير من العام 58 900
ركب عبد العزيز وصديقه المدني حافلة متجهة إلى وجدة. لقد لمس الفرق بين خروجه من قريته وليس معه إلا كسرة من خبز الشعير والسفر على متن حافلة. كان المقرر أن يمضي بضعة أيام في مدينة وجدة وأن يعد جيدا للتسلل إلى الجزائر. كان الفرنسيون يشددون المراقبة على الحدود، فمنها كان يمر المتطوعون للقتال إلى جانب الجزائريين، ومنها كان يعبر السلاح والمال. بعد أسبوع في وجدة تمكن من التسلل إلى الجزائر واستقر لفترة في مغنية، ثم انتقل إلى تلمسان وتمكن من الحصول على عمل في ضيعة في عين فزة. اشتغل هناك 3 سنين. انتقل المدني بعد ذلك إلى وهران واستقر بها، بينما بقي عبد العزيز بن حمادي في تلمسان. استخرج وثائق هوية جزائرية. كانت الثورة الجزائرية قد اشتد أوارها. في العام الذي أعلن فيه استقلال الجزائر، في العام 62 900 و1000، تزوج عبد العزيز من ابنة جار له. توالت السنون وتباعدت الزيارات التي كان يتبادلها الصديقان المدني وعبد العزيز، ثم انقطعت أخبار المدني وتناهت إلى عبد العزيز أنباء عن هجرة صديقه إلى فرنسا. صار لعبد العزيز بن حمادي أبناء وبنات، وتقدم به العمر وبزوجته نوارة، ولم يعد يحدث نفسه عن عائلته هناك في ولاد رمضان إلا نادرا، لعله يأسف لرحيله ذاك وللألم الذي سببه لوالديه وعائلته كلها. بالنسبة إليه تلك صفحات من ماضيه طويت، ولا مجال للعودة بعقارب الزمن إلى وراء. في العام 2000 كان يقدر أنه بلغ 60. كانت ملامحه توحي بأنه بلغ من العمر أكثر من ذلك. ماضيه البعيد في قريته يحتفظ به لنفسه. في ذلك العام 2000 جاءه ساعي البريد برسالة من المغرب، ولم يكن توصل من قبل بأي رسالة من المغرب. لم يحمل الظرف اسم الذي بعث بالرسالة، ولم يكن عبد العزيز يعرف من القراءة إلا ما رسخ في ذهنه من زمن المسيد، ما يحرص عليه أشد حرص ألا تعلم زوجته ما تحمله الرسالة، وأفضل من ذلك ألا تعلم أنه توصل برسالة من المغرب. رأى أنه من حسن حظه أن نوارة زوجته كانت منهمكة في أشغال البيت لما وقف ساعي البريد بالباب. طوى عبد العزيز الرسالة ووضعها في الجيب الداخلي لمعطفه، واقتعد الكرسي القديم عند الباب يتحين اللحظة التي يفتح فيها الرسالة ويطلع على ما فيها. ما كان يريد أن يعرفه أولا من بعث بالرسالة التي جعلته يعود بذاكرته إلى الوراء نحو من 50 عاما. حدث نفسه بأنه سيقول لنوارة إن كان ما تحمله الرسالة خيرا، وإلا فإنه سيكتم ما فيها كما ظل يكتم أسراره القديمة على مدى كل تلك العقود الطويلة. تسلل إلى غرفة النوم ووضع نظارتيه. اسمه مكتوب بحروف واضحة: عبد العزيز بن حمادي. تسارعت دقات قلبه. هناك وراء الحدود من علم بمكان وجوده. كيف حدث ذلك؟ ألم يكن حريصا طوال كل تلك السنين على أن لا يعلم أحد بمكانه؟ ألم يحدث نفسه وهو يرحل عن قرية ولاد رمضان بأنه لن يعود؟ لما اطمأن أن لا أحد يراقبه فتح الظرف، أخرج ورقة بها خطوط بارزة كتب عليها نص الرسالة بحروف كبيرة. لقد أسعده ذلك، إذ سيستطيع قراءتها ولو بصعوبة. بعد البسملة والصلاة والسلام على رسول الله قرأ: خالي العزيز. لم يتصور يوما أن يكون خالا أو عما لأحد من الناس. اكتسحت ذهنه أسئلة كثيرة: من يكون هذا الذي يخاطبه بخالي؟ يذكر أنه كانت له شقيقتان تصغرانه سنا، قد يكون ابن إحداهما. ربما علم أكثر وهو يتقدم في قراءة هذه الرسالة
التي هزت أعماقه. يمضي كاتب الرسالة يقول: أرجو الله أن تجدك رسالتي هاته متمتعا بكامل الصحة والعافية. أعلم أنك لا تعرفني وربما فاجأتك رسالتي. صحيح أنني لا أعرفك لأنني ولدت سنين عديدة بعد اختفائك. لقد حكت لي أمي عنك، عن طفولتك وعن كل شيء، ثم عن اختفائك الذي خلف حزنا كبيرا في البيت. أنا كبير إخوتي، نحن 4، بنتان وولدان. أنا متزوج منذ 2 ولدي بنت. منذ 5 أعوام توفيت جدتي، وقبلها ب20 عاما ودعنا جدي. لم يعد من العائلة في ولاد رمضان أحد. لقد انتقلنا للعيش في وجدة، وستجد أسفل الرسالة عنواننا. أعلم أنك ستتساءل عن سبب كتابة هذه الرسالة. السبب الأول أن نعلم من أخبارك وأخبار عائلتك، وأعلم أنك تتساءل عمن دلني على عنوانك. ربما فاجأك إن قلت لك إن الأقدار جعلتني أتعرف خلال مقامي للدراسة في فرنسا على ابن رجل كان أعز الأصدقاء إليك، إنه ابن صديقك المدني. العالم صغير يا خال. في تلك اللحظة حيث كان يحلق بعيدا وعاليا في سماء ذكريات أسرته التي تركها يافعا، فتحت نوارة باب غرفة النوم، هم بإخفاء الرسالة، ولكنه لم يفعل بما يكفي من السرعة. سألته عنها، ظل ينظر إليها صامتا، ثم بأسارير مشدودة قال لها: هي رسالة من المغرب. ممن؟ هي رسالة من ابن شقيقتي. بدا على نوار الذهول، فلم يسبق له أن حدثها عن أخت له في المغرب. قال لها إنه سيحكي لها كل شيء وبتفصيل. يومها فقط علمت نوارة بقصته الكاملة. يومها فقط علمت أن عبد العزيز مغربي من ناحية توريرت، وأنه هاجر إلى الجزائر يافعا. كان يحكي لها التفاصيل، ولم يجد مبررا حقيقيا لتركه عائلته في ولاد رمضان. بكى كما لم يبكي قط. مساء ذلك اليوم اجتمع حوله أبناؤه، كان عليه أن يحكي لهم عن المغرب وعن ولاد رمضان. رآهم ينصتون باهتمام كبير. ليلتها تم الاتفاق على زيارة وجدة والبحث عن الجذور.